أنا في قمة السعادة بصراحة. أريد أن أقول قبل كل شيء، قبل أن أحيل الكلمة لزملائي وزميلاتي، فخور جدا بوطني العربي. هل أنت مرتاح لحال الأغنية العربية اليوم؟ طبعا، دائما الإنسان يجب أن يكون متفائل وأن يكون لا يفقد الأمل. صوت تعلقت به الجماهير العربية في فترة وجيزة جدا، رغم أن صاحبة هذا الصوت قد نشأت في بيئة فنية وغنت منذ كان عمرها لا يتجاوز 9 سنوات. يسعدني ويشرفني أن أكون ضيفا على هذا الجمع البديع من الأدباء والمفكرين في الوطن العربي. رحيقك حتما طيف زنوبيا. زنوبيا ملكة تدمر. زنوبيا أصبح اسمها مرادفا لاسم المدينة. نحييكم مشاهدينا في كل مكان، ونرحب بكم في عدد جديد ورحلة جديدة من مراسلون نتعرف فيها على شخصية إعلامية جديدة. هو صوت يصعب أن تخطئه أو تنساه، يتميز برنة محببة وحس عالي وطلاقة لسان نادرة. أحد رموز الإعلام التونسي والعربي وأحد أعمدة الإذاعة والتلفزيون، ساهم في ازدهار العصر الذهبي للإعلام التونسي خلال مسيرته التي تجاوزت 50 عاما، أثرى خلالها عالم الفن والإذاعة والتلفزيون ببرامجه الناجحة وحواراته المميزة. يعد من الأصوات والوجوه الإعلامية الفريدة والبارزة في العالم العربي، وهو من أهم المهتمين بالموسيقى والغناء بشكل خاص وبكل أنواع الفن والثقافة بشكل عام. يعد من الرواد في مجال الإعلام ومن المصرين على الإتقان والإبداع في العمل. ضيفنا اليوم بدأ حياته الإعلامية في عمر 6 سنوات، وكان له برنامج إذاعي ناجح في عمر 9 سنوات. قام ضيفنا بمقابلة رواد وقامات الفن والثقافة في العالم العربي مثل أم كلثوم، محمد عبد الوهاب، وردة، نجيب محفوظ، سميحة أيوب، فايزة أحمد، صباح فخري، والعديد من عمالقة الفن والثقافة في العالم العربي. تربطه بالعديد من الفنانين العرب علاقات مهنية وشخصية، ويحظى بصداقة وطيدة مع مشاهير الفن والغناء. ربطته علاقة صداقة خاصة بالملحن المصري العبقري بليغ حمدي، بل أن بعض الأغنيات الهامة لبليغ ولدت وبدأت في منزله أو بحضوره. ضيفنا ليس مجرد مقدم أو مذيع، بل هو صانع محتوى من النوع الأول. قام بإعداد والإنتاج الفني للعديد من الوثائقيات في الكثير من القنوات والمؤسسات الدولية. ضيفنا اليوم من تونس الإعلامي الكبير وصاحب الصوت المميز لطفي البحري. أهلا وسهلا بك أستاذ لطفي في مراسلون. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، شكرا على هذه الاستضافة. شكرا، سعداء جدا بوجودك معنا. قبل أن نبدأ حوارنا، دعنا والمشاهدين نستعرض أحدث أعمالك ثم نعود. ها هي أجنحة الشوق تأخذنا عبر الأفق، تأخذنا لنعانق معها السحاب، وهي شيئا فشيئا تتبادر إلى نواظرنا ربوع تونس الخضراء، تأخذنا الرحلة إليها لنحتفل. 50 هو رقم الرحلة، إليها تتوق المشاعر، بها نسعد ونحتفل. تعالوا معي إلى حيث الاحتفال. المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، الأليكسو، بيت خبرة عربي، صرح عربي شامخ عتيد عريق بدستور تنص مادته الأولى على التمكين للوحدة الفكرية بين أجزاء الوطن العربي عن طريق التربية والثقافة والعلوم، ورفع المستوى التربوي والثقافي والعلمي في هذا الوطن حتى يقوم بواجبه في البناء والمساهمة في الحضارة العالمية والمشاركة الإيجابية فيها. أستاذ لطفي البحري، أهلا وسهلا بك من جديد معنا.
يعني في بداياتك كنت أصغر مقدم برنامج في تونس بل العالم العربي، كيف بدأت الإعلام منذ الطفولة؟ هو كان عندي تقريباً 6 سنوات وأخذني والدي إلى الإذاعة التونسية في تلك الفترة وللمشاركة في أشهر برنامج أياميها كان اسمه جنة الأطفال، أعداد وتقديم السيدة عليا وهي مذيعة مشهورة جداً في تونس وهي أم المذيعين وأم الإعلاميين في تلك الفترة، وكان تقريباً أول برنامج أطفال في الإذاعة التونسية بين الاستقلال، ورحت طبعاً للبرنامج للمشاركة فقط ومرة وانتهي الموضوع، وفوجئت أنه السيدة عليا أصرت أني أواصل معهم في البرنامج، وبعد يمكن 4 أو 5 حلقات أعطتني أو كلفتني بفقرة في البرنامج كان اسمها بريد الأطفال أو بريد المستمعين، كنت أقرأ رسائل الأطفال التي ترد على البرنامج، كان هذا أول يعني مشاركة تكاد تكون رسمية كمذيع صغير في وسط برنامج السيدة عليا، وبعد تقريب 3 مواسم أو 4 مواسم كان عندي 9 سنوات تم فصل فقرة بريد الأطفال ليصبح برنامج مستقل في الإذاعة الوطنية، كنت لقبت بأصغر مذيع في الوطن العربي، كنت نقدم في بريد الأطفال واستمر ذلك تقريب 3 سنوات تقريبا. كذلك يعني قضيت سنوات عدة في إعداد وتقديم برامج الأطفال، يعني قدمت أول برنامج أطفال كان ناطقا بالفرنسية وشاركت في البرنامج العالمي افتح يا سمسم، حكينا عن تجربة برامج الأطفال. طبعا كان بديهي جدا أني في فترة ما كان لازم هذا الطفل يقدم برامج الأطفال، وانتقلت من تقديم برنامج بريد الأطفال أو بريد المستمعين إلى برنامج آخر كان اسمه مع قصص الأطفال، هو تقديم بصوتي وتعليقي أشهر قصص الأطفال، ألف ليلة وليلة، كان ليلة ودمنة، يعني قصص الأطفال بصفة عامة، أو كان البرنامج يهتم بأدب الطفل، وأمام نجاح هذا البرنامج تم القرار من الإدارة أياميها أنه يترجم إلى اللغة الفرنسية ويذاع في إذاعة تونس الثانية اللي هي كانت ناطقة باللغة الفرنسية، وكان مع قصص الأطفال يقدم باللغة العربية في الإذاعة التونسية ويقدم باللغة الفرنسية في مع قصص الأطفال. ثم كان عندي يمكن 13 سنة فكروا أنه هذه البرامج الإذاعية تصبح تلفزيونية، وبذلك قدمت برامج للأطفال، ورقات على الشاشة، حبر على ورق، كلها تهتم بأدب الطفل وبكل ما يهم الطفل عموما يعني، وطبعا تواصلت التجربة إلى فترة لما كبرت شوية وتعديت من برامج الأطفال إلى برامج النوعية الأخرى، وأكيد لا يمكن أن أنسى مشاركتي في السلسلة الشهيرة العربية افتح يا سمسم، كنت أكبر سنا يعني شاركت فيها كتونسي لأنه هي كانت تجمع جنسية عربية وأنا كنت واحد من المشاركين باسم تونس في تلك الفترة. أستاذ لطفي، قابلت سيدة الغناء العربي أم كلثوم في سن 14 وقدمت لها باقة ورود، كيف كان اللقاء وما هو شعورك وقتها وأنت في تلك السن الصغيرة وتقابل فنانة في حجم أم كلثوم في ذلك الوقت؟ هو كان عندي تقريبا 13-14 سنة واختاروني كنجم أياميها في الإذاعة التونسية وفي التلفزة التونسية أني الطفل اللي سيقدم بوكيه الورد
باقة الورد للسيدة أم كلثوم عند وصولها إلى الفندق شيراتون كان اسمه هيلتون. فطبعا أنا ما كنتش واعي لهذه الدرجة بأم كلثوم. كنت عارفها لأنه أيضا في نفس فترة برامج الأطفال كنت في برنامج في كورال الأطفال للإذاعة التونسية، كنت نغني يعني. فاللي كانوا بيحفظون الأغاني الأدوار والموشحات كان منهم الموسيقار العبقري التونسي محمد التريكي، كان هو اللي حفظنا. كان دايما يمسكني ويسمعني أم كلثوم، سمعني عبد الوهاب، سمعني بني حمدي، سمعني. فهو شربني العمالقة دول، شربهم لي. فأنا كنت عارف من هي أم كلثوم، من هو عبد الوهاب، ومن هو بليغ. لكن في اللحظات اللي كنت أقدم فيها بوكي الورد للسيدة أم كلثوم، ممكن لحظات ما كنتش في وعي، لأني مش خوف منه أو رهبة من أم كلثوم نفسها، لا، من الجو العام اللي كان حوالين نزولها من السيارة والكاميرات التلفزيون التونسي والمغربي والمصري يعني. فطبعا لحظات لا يمكن أنساها. فاكر أنه يعني هي تكلمنا مدة يمكن 5 أو 10 دقائق، لأنه كنت متحدث، لساني طويل شوية. فهي يمكن لفت انتباهها هذا الطفل اللي، وأنا على طول كلمتها عن أغانيها وعن مزيكا، لأنه ما كانش وقته على فكرة يعني، هي داخل الأوتيه. بس تعرف أنه تفكير طفل العفوية، أنه يعني مش حاسبها. فدي ممكن لو تتعاد الآن أنا أستغرب كيف تكلمت مع أم كلثوم بهذا الشكل وبهذه الطلاقة، لأني كنت عفوي جدا يعني، عفوية الطفل بس. وأثناء تاريخك في العمل الإعلامي المشرف، يعني لازم نذكر أنك نلت العديد من الجوائز وتم تكريمك من العديد من الجهات المحلية والدولية، إلا أنك تعتز بشكل خاص بشهادة تقديرية من الرئيس المصري الراحل أنور السادات، حصلت عليها تقديرا لعملك الصحفي عن زيارته للقدس. احكينا تلك الشهادة التقديرية. كنت طالب في معهد الصحافة وعلم الأخبار في تونس، وكان مطلوب منا نختار موضوع ونتابع الموضوع، ممكن الموضوع يدوم 2 شهر 10، مهم نظل متابعين الموضوع. أنا اخترت زيارة السادات للقدس، وطبعا متابعة يوميا، عارفة اللي هو نقص المقالات من الصحف اليومية، ما كانش في لا انترنت ولا، وكونت يعني ملفات كبيرة يعني. أنا عندي للآن ممكن 10 مجلدات فيها الصور وفيها المقالات اللي نزلت، فيها كل شيء حتى من الصحافة العالمية. وعملت التقرير كامل وقدمت هدية، نسخة من التقرير لسفير مصر في تونس في تلك الفترة. فسفير مصر، وأنا ما كنتش عارف، أرسل التقرير للرئاسة المصرية أو لوزارة الإعلام، أي جهة رسمية يعني. وفوجئت أنه تصلني دعوة من الرئاسة المصرية للقاء أنور السادات مع حفظ الألقاب طبعا. والتقينا طبعا، المقابلة ما دامتش يمكن ربع ساعة، لكن فوجئت أكثر أنه كتب لي ورقة بخط إيده شهادة فيها يعني إعجابه بالتقرير، وفيها كلمات يعني بالنسبة لي وقع كبير حتى في حياتي كلها، إنه أنا في سني كطالب وأحصل على هذه الشهادة شيء يعني
محطة كبيرة 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 بالنسبة لي في حياتي المهنية جدا. أستاذ لطفي، قمت بالعديد من الحوارات الهامة والناجحة العميقة مع كبار الشخصيات الفنية، سنتطرق لكواليس تلك الحوارات والبرامج ولكن بعد الفاصل، قم معنا. لم تكن الزيارة الأولى ولا الأخيرة، فزيارتها إلى الوطن متعة. Vous savez, moi, je suis venue très souvent en Tunisie. أنت تعرف أن زيارتي إلى تونس عديدة ومتعددة. زيارة عائلية للراحة والاستجمام. هنا أصلي، هنا جذوري وأرضي، هنا ولدت، هنا عشت منذ أجيال وأجيال. فتونس بلدي. وتناديني هذه الأزقة إليها، حيث الضاحية التي ولدت فيها كلاوديا. هذا المكان الذي تعشقه كل العشق هو حياتها، وكأني بها تقتفي خطاي لتمتع النظر بمنظر الشرفات المطلة على الشاطئ. وها هي صور الأبيض والأسود، صور تحكي ذكريات الطفولة والعائلة والجيران والأصدقاء والمدرسة ومديرة المدرسة. عدنا لكم مشاهدينا من جديد وضيفنا وحلقتنا الخاصة مع ضيفنا الأستاذ لطفي البحري. يعني أستاذ لطفي، قدمت العديد من الحوارات الهامة مع كبار فناني العالم العربي، ما هو الحوار الذي لا يمكنك نسيانه ولماذا؟ شوفي، بصراحة هو ما فيش حوار ممكن متميز عن حوار، لأنه لما تكون كل هذه الحوارات مع عمالقة صعب انك تميزي حوار عن حوار. ممكن حواراتي مع العملاق محمد عبد الوهاب كانت يعني مش مميزة عن الحوارات الاخرى، لكن مختلفة لانك انت في حضرة محمد عبد الوهاب. طبعا نجيب محفوظ مع حفظ الألقاب، بليغ، وردة، نجاة، شادية، ليلى فوزي، سميحة أيوب، فاتن حمامة، فايدة كامل، فايزة أحمد، يعني صعب إني أختار واحد منهم. لو اخترنا من منطق الشخصية اللي ممكن أثرت فيا كمحاور، أكيد محمد عبد الوهاب، أكيد. يعني أستاذ لطفي، ربما ضمن تلك العلاقات بيقولوا أنه ربطتك علاقة صداقة خاصة بالملحن المصري العبقري بليغ حمدي، بل أن بعض أغنيات بليغ ولدت في منزلك أو بحضورك. احكي لنا عن بليغ، عن علاقتك به، عن كواليس صناعة الأغنية في ذلك الوقت. أنا عرفت بليغ حمدي لما كان مع سيدة الغناء العربي أم كلثوم في زيارتها لتونس، كان معها بليغ حمدي. وحكيت لكم الأول إنه الموسيقار الراحل العملاق التونسي محمد التريكي شربني بليغ حمدي ومحمد عبد الوهاب. فلما عرفت إنه كان من بين الموجودين في الزيارة، طلب أشوفه وقابلته. وغريبة من تلك اللحظة حصل تبني متبادل، وأصبح بالنسبة لي أخ كبير وصديق. وتواصلت بعد زيارته لتونس، تواصلت الصداقة والعلاقة، طبعا تليفون وكل شوية تليفونات وكذا. حتى أفتكر أنه والدي كان عمل لي تليفون، جهاز تليفون مخصوص في غرفتي في البيت عشان أعرف أكلم بليغ براحتي، يعني عني كنت صغير. يعني في 73 كان عندي 18 سنة، كلمني بليغ ودعاني لمصر للمشاركة في تقديم احتفالات انتصارات 6 أكتوبر في تلك الفترة.
73 وقدمت من بين الحفلات اللي شاركت في تقديمها كان حفل لفايزة أحمد، ومن هنا طبعا انطلقت العشرة وانطلقت علاقة الصداقة والأبوة والأخوة بيني وبين بليغ. أحيانا أنا أحس أنه بليغ ابني صغير، يعني لأنه هو جواه طفل بريء جدا وعفوي جدا، وكنت أخاف عليه. يعني كانت العلاقة فيها هذا التداخل بين الأبوة والأخوة والصداقة. وطبعا كنت مع بليغ في كان هو يسميها سنوات الغربة، اللي هي 5 سنين ما دخلش مصر، كان يا إما عندي في تونس أو في باريس، وسافرنا مع بعض كذا مرة. طبعا كان هو ممنوع من دخول مصر. وهناك بعض الأغاني التي ولدت في بيتي في تونس أو ولدت بحضوري في باريس أو في أثينا أو في طرابلس في ليبيا. مثلا كان ألبوم وحشتيني يا مصر، كان فيه 4 أغاني، وحشتيني يا مصر ويا وبور يا مروح بلدي وزي الزمن وسكوت وعزاء، 4 أغاني. والداني كلفني اني اخذ اغنية وحشتيني يا مصر للسيدة عفاف فرادي، فرحت مصر معايا النوتة والتسجيل كاسيت بصوت بليغ للسيدة عفاف فرادي وغنت وحشتيني يا مصر. مثلا بودعك يعني لحنت عندي في بيتي في تونس للسيدة وردة، ونفس الشيء أخذت النوتة وشريط الكاسيت للسيدة وردة في بيتها بحضور المايسترو العملاق أحمد فؤاد حسن وغنت بودعك. لا بليغ يعني بالنسبة لي مش صديق عادي، هو أبي الروحي، هو أخويا، هو سندي أيضا وظهري، وأنا نفس الشيء بالنسبة له. لا بليغ عمري، بليغ علامة مضيئة جدا 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 في حياتي أنا كشخص كإنسان وكإعلامي أيضا. أستاذ لطفي، قمت بإعداد وإنتاج العديد من الأفلام الوثائقية الهامة لعدة مؤسسات دولية، ما هي الوثائقية الأقرب لقلبك وما هي صعوبة إنتاج وثائقيات؟ هو أصعب لون تلفزيوني على الإطلاق كإنتاج وتنفيذ وإنجاز هو الأفلام الوثائقية، لأنها تتطلب نفس طويل للبحث ونفس طويل في التصوير ونفس طويل في دقة المعلومة، إنه أنت بتعطي معلومات تاريخية، فصعبة جدا وممتعة في نفس الوقت. أخيرا عملت سلسلة وثائقية في 6 حلقات عن ملكات الشرق والمتوسط، ملكات حكمنا الشرق والمتوسط باللغة الفرنسية، ستعرض إن شاء الله بداية من سبتمبر 2021 على قناة فرنسية، كليوباترا، زنوبيا، عليسة، سميراميس، بلقيس، يعني فهذه شغل سنتين مثلا. آخر عمل عملته الآن يعني في الفترة الأخيرة هو فيلم وثائقي خاص بخمسينية المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الأليكسو. أستاذ لطفي البحري، نتمنى لك المزيد من التوفيق والسداد، وتفضل دائما مواصل في عطائك المتواصل إن شاء الله. شكرا جزيلا لقبولك دعوتنا في مراسلون اليوم. شكرا، شكرا على الاستضافة. إذا مشاهدينا وصلنا لختام هذه الحلقة وهذه القصة، الأسبوع القادم يحكي لنا مذيع ومراسل آخر عن رحلته، وحتى نلتقي من جديد، قوامنين.